بيت الزكاة استعداده لتنفيذ مشروع الأضاحي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لخدمة الأسر المحتاجة وسعيا منه للارتقاء بأحوالهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور عليهم بهذه المناسبة الدينية السعيدة. الأضاحي هي شعيرة مهمة من شعائر الدين الإسلامي، حيث يقوم بيت الزكاة كعادته بدور الوكيل في تقديم الأضاحي وذبحها وتوزيع لحومها على المحتاجين وفق أنظمة وإجراءات خاصة. بيت الزكاة يستقبل في داخل الكويت لحوم الأضاحي التي يقوم بذبحها لأهالي داخل الكويت، وذلك في فرع بيت الزكاة في السالمية وفرعه في الأندلس، حيث تجهز سيارات مبردة لاستقبال اللحوم مباشرة من الأهالي وفي أول وثاني أيام العيد في الفترة الصباحية والمسائية، وتم توزيعها مباشرة للأسر المسجلة لدى بيت الزكاة والأسر المسجلة لبعض الجهات الخيرية، حيث بيت الزكاة يتعاون مع بعض الجهات الخيرية لتوزيع اللحوم مباشرة حتى تستفيد من هذه الأسر دون تخزين. ينفذ هذا المشروع داخل وخارج الكويت عن طريق فروعه الإرادية، حرصا منه على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المحتاجين. فرعين الأساسيين السالمي والأندلس لاستقبال اللحوم الأضاحي داخل الكويت، حيث يقوم الأهالي بذبح الأضاحي ثم يقومون بتقديم جزء من اللحم الأضحية أو الأضحية بالكامل. فبيت الزكاة يستقبل هذه اللحوم مباشرة عن طريق برادات مجهزة وتوزع بالتعاون مع بعض الجهات الخيرية على الأسر المسجلة في هذه الجهات، وإضافة للأسر المسجلة في بيت الزكاة وهي أسر محتاجة. أما التبرعات النقدية التي يدفعها الشخص لذبح أضحية خارج الكويت فيستقبلها بيت الزكاة في جميع فروعه المنتشرة، تقريبا 27 فرع مثل ما قلت، يستقبلون هذه الأموال. تتراوح قيمة الأضحية من 40 إلى 70 دينار. تقوم بيت الزكاة بشراء الأضاحي سواء غنم أو بقر وذبحها في هذه المناطق وتوزيع لحومها على الأيتام المسجلين في بيت الزكاة وعلى الأسر المحتاجة والفقيرة في هذه الدول. سنة مؤكدة ولها شروط وضوابط معينة يحرص عليها كل مسلم تقربا إلى الله عز وجل وتوسعة على الفقراء والمساكين. ترطوا لذبح الأضحية شروطا، فمنها ما كان من الإبل ما أتم 5 سنين، ومن البقر ما أتم 2 سنين، ومن الغنم ما أتم 1 سنة، ويجوز عند التعسر ذبح الظأن ما أتم 6 أشهر. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله وكبر، رواه البخاري. بيت الزكاة أصبح مكانا فاعلا شهد له القاصي والداني لكونه عملا خيريا منظما موثوقا به. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. على قدم وساق تستعد المسالخ المركزية بإشراف بلدية الكويت لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفر هذه المسالخ كافة الخدمات للمضحين من أطباء الفحص وجزارين مرخصين تحت إشراف بلدية الكويت. تستعد المسالخ المركزية لاستقبال آلاف المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وللوقوف على تلك الاستعدادات كانت لنا زيارة ميدانية اليوم لمسلخ محافظة حول المركزي الذي يعد الأحدث تجهيزا في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط. نحن أول يوم نستقبل الأهالي والوافدين، يوم الثاني نستقبل الشركات واللجان الخيرية. طبعا كاستعداداتنا نحن في عيد الأضحى إن شاء الله، طبعا احنا نراقب ونفتش اول شيء على القصابين وعمال النظافه على اساس يكون عندهم دفاتر صحيه. في حاله عدم حصولهم على الدفاتر الصحيه يتم عمل ضبط محضر مخالفه ويتم استبعادهم عن العمل وذلك لصحه الصحه العامه. طبعا كان هناك اتفاق مع الشركه على فتح خطين سير لسرعه الانجاز ودخول الاغنام. وكذلك هناك 3 منافذ، كل منفذ يحتوي على المنفذ الاول يحتوي على الاغنام الاستراليه، المنفذ الثاني على الاغنام المهجنه، والمنفذ الثالث اغنام العربيه. طبعا حسب الطلب الشخص وين يحب يعني يضحي باي نوع من الاغنام يتجه حق المنفذ اللي يبيه. الذبح في المسالخ المركزيه يضمن للمضحي الحصول على اضحيه سليمه خاليه من الامراض التي قد تنتشر ما بين الحيوان والانسان، وذلك كون الاضحيه تفحص مرتين على يد طبيب بيطري متخصص مرة قبل الذبح
ومرة بعد ذبحها وسلخها. يتم فحص طبي شامل على الذبيحة، خاصة أن يتم هذا الفحص قبل الذبح، هذه معينة يعني خارجية طبية يعني قبل الذبح، ثم بعد الذبح يتم الكشف على اللحوم، بعد ذبحها يتم الكشف على كل الأمراض، وإذا كانت هذه الذبيحة غير صالحة للسلاك العدمي، أن مثلا أن يكون فيها أمراض عديدة، طبعا هناك في أمراض تتعلق باللحميات، أمراض تتعلق بأمراض سارية وبائية إلى آخره، يعني يتم عملية إتلاف الذبيحة وفقا لإجراء قانوني حسب عملية الإتلاف وعملية الأمراض نفسها يعني. وإنه يكون بعد الإتلاف بنعطي لصاحب صاحب الذبيحة بنعطيه إشعار إتلاف، وهذا الإشعار يستطيع من خلاله هو أن يستبدل ذبيحة أخرى بهذا الإشعار. هذا وتوفر المسالخ المركزية مجموعة من الأغنام بأنواعها للبيع تسهيلا للمضحي عناء شراء الأضحية من الخارج ونقلها إلى المسلخ. عبد الرحمن المري، تلفزيون دولة الكويت.